جاي كونطار، يعني اشاك فوا غيبيع عليك واحد البرودوي راه غتعطيهم واحد لكم لا واحد لا كوميسيون كتفاهموا عليها. فهمتوا دابا اشنو هي سوسيتي دو جيستيون اكسبور؟ دونك هذا سي تي ان انترميديير كوميرسيال. دونك سوسيتي دو جيستيون اكسبور راه ما كيكونوش شركات كبار بزاف، ماشي بحال سوسيتي دو كوميرس انترناسيونال. دونك اول حاجه كنفرق في لا طاي، هادو كيكونوا شركات صغار وفي كل بلاد. وهاد وحاجه اخرى لي سوسيتي دو جيستيون اكسبور كيكونوا سبيسياليزي في واحد الدومين. دونك كتلقى مثلا واحد ديال سوسيتي دو جيستيون اكسبور كيفهم بحال هاد ليكزامبل هاد، دونك واحد خدام غير فهادشي ديال الفلاحه، غتلقى واحد اخر مثلا كيبيع غير في لي برودوي ديال التكستيل اي ان سي دو سويت. ها هي راه كاتبين هنا لي جينيرالمون سبيسياليزي جيوغرافيكمون اي بار فامي دو برودوي. دونك هذا بحال قلت لك مثلا كونطرا دو موند، يعني الوكاله، يعني انت كتقول لي انا دونك انت كتعطي الحق يدوي بسميتك يبيع لي برودوي ديالك. كيمشي مثلا شي معرض في لوروب كيقول لك اعطيني واحد لي شانتيون دي برودوي اللي عندك، كتعطيه لي شانتيون كيمشي للستاند كيحط لي برودوي ديالك انت بلا مارك ديالك انت، فهمنا؟ دونك هذا بحال قلت لي اجون كوميرسيال وصافي. دونك قريتو اجون كوميرسيال في لا فورس دو فونت، هذا سي تان اجون كوميرسيال، ولكن هذا اجون كوميرسيال على انترناسيونال تو سامبلومون. دونك راه كيدي لي برودوي كيدوي بسميتك كيجيب لك دي كوموند تو سامبلومون. دونك هو غالبا اجون كوميرسيال راه ما كيخدمش مع شركه وحده، راه كيخدم مع خمسه مع 10 مع 20، لانه راه هو شد واحد السيكتور كامل، وداك السيكتور كامل راه فيه بزاف ديال لي برودوي. دونك هما كيقليل باش يلقى واحد الشركه اللي عندها دوك لي برودوي. بحال الا خدينا مثلا لي فرويزي ليغوم، دونك كتلقى واحد كيدير الليمون، واحد كيدير التفاح، واحد كيدير لي كيوي. دونك هو كيخدم معاهم كلهم داك لاك. دونك كيخدم حيت راكم عارفين دي برودوي سيزوني، دونك كل بيريود كيخدم مع ان سيغتان نومبر دو برودكتور. وهاد الناس راه كيربحو مزيان، لانه ابارتيغ دو لا كونيسونس انا اللي عندي مع السيد راه داير لي شيفر واعرين بجد. دابا راه الى غوت تريتي صافي، السيد راه دار دي زافير ديالو، دار داك الكيتما داك الباسيف انكام، عنده دي روفوني، هو دابا قال صافي سي بون حدا لا غوت تريتي. مي ديك ليكسبيريونس اللي كانت عنده في لوروب وتالي لونغ سورتو عنده مع هو فرانكوفون، عنده مع الفرنسي يعني كاع بحال دونك فرانس بلجيك، وعنده شويه وفي الدول الاخرين هذا كيديباني راسو بلونجلي. Avantage, les avantages liés à son mode de pénétration sont les suivants. Donc, l'entreprise est peu expérimentée, bénéficie immédiatement de l'expérience et des contacts de la SGE. Voilà, donc, à la gestion Expo, ce sont des experts. Donc, nous avons une expérience. Il y a une expérience qui est en train de se Donc, nous avons une expérience qui est en l'Expo, qui est en train de se faire. Nous avons une expérience راه لا اس جي او كتلقى عندها دي بروسبي دي كونتاكت، يعني كتلقى عنده لا باز دو دوني محطوطه على لا فرونس. دونك انت كتمشي كدوي معاه، راه يقدر الغد لا يجيب لك دي كونتاكت. يعني عاود ما تمشي انت ودير لا بروسبكسيون ولي تو دو مارشي وتمشي للصالون تقنع في عباد الله، غتكون ديجا عنده لي كونتاكت موجودين. يل سوفي باش تاوى مع لا مارج، باش تعطي اون مارج مزيانه، باش راه يكونتاكتي راه يدوي مع لي كونتاكت ديالو ويقنعهم بلو برودوي. سامانجي يقدر يجيب لك لا كوموند. Donc c'est sûr que le marché les produits de l'entreprise ont un potentiel et c'est comment bien les vendre. Donc on a qui arrive bien les produits ou qui arrive les marchés fin rate les produits directs. La pénétration de la marché peut se faire rapidement, voilà, puisque la structure de distribution de la SGE est déjà en place. La rapidité. Donc mais la SGE, telle société de commerce international, l'investissement et les risques sont limités. Il y a une petite risque chez vous. Les annuaires, vous les voyez, alors de par commission. دونك جاب لك دي كوموند راه ياخد كوميسيون، ما جابش لك دي كوموند راه ما غياخد والو. انكونفينيون لا كورديناسيون اي ابسوليمون انديسبونسابل اونت لونتربريز اكسبورتاتريس اي لا سوسيتي دو جيستيون اكسبور. يعني الا ما كاينش واحد التنسيق واحد لا كورديناسيون اونت لونتربريز اكسبورتاتريس اي لا اس جي او، هنا كيطراو مشاكل. بحالاش مثلا دونك انت مثلا ما شرحتيش لهم البرودوي ديالك مزيان، دونك يقدروا يبيعوا بواحد الطريقه في شكل اللي يقدر مثلا لو كونسوماتور غير يلقى شي حوايج في لو برودوي اللي هاد لا اس جي او ما قالوهاش ليه النهار الاول. داك لا دونك خاص تكون واحد لا كورديناسيون، يعني خاص تكون اون ميور كوميونيكاسيون بيناتنا حنا وما بين لا اس جي او. خصنا نشرحوا لهم كلشي على لو برودوي، يعني البرودوي الا فيه شي حوايج في شكل، يعني بحال مثلا بحال الا خدينا مثلا شي حاجه شي برودوي مثلا كيكون عنده دوك لي زيفي انديزيرابل، خصنا نقولوها لا اس جي او ونشرحوا ليه هادشي باش هو يشرح لي كليون ديالو باش ما تسموش في الاخر.
Le risque commercial, il est entièrement à charge de l'exportateur. Si la SGE gère trop de produits, il y a un risque qu'elle néglige l'exportateur. Donc, la SGE a obtenu qu'elle est dire alors qu'elle chauffe l'entreprise, yani qu'elle chauffe l'entreprise ou l'exportateur, les qui doivent m'en dire. Donc, il est comme tu as atteint une marge, les plus mal chérie. Alors, ma dîche tu vas commencer le produit dès. Ma dîche bien au les stands, ma dîche ouvre les prospects dialogue, ma dîche doué aller, ma dîche proposer le chérie. دونك كل خطره تبقى تدوي معاه يقول لك واه الساعه مازال ما كاين والو باقي كنتسناو. دونك هو راه خدام على لي برودوي اخرين. Il existe un risque que la SGE fasse écran entre le marché de l'entreprise exportatrice et donc que s'il sépare le marché au terme du contrat, si le contrôle est insuffisant. OK. غنشوفو دابا اذا نخدمو مع la SGE. Une entreprise exportatrice s'adressera à une société de gestion export lorsqu'elle ne dispose pas de suffisamment de ressources humaines, de ressources financières, de savoir-faire. Comme je l'ai dit, donc, même si on a des ressources, ou on a l'expertise, on a le savoir-faire pour le marché, ou surtout, on a le temps pour prendre en charge elle-même l'activité d'exportation. De telles sociétés fourniront également une assistance ponctuelle à des entreprises dans le service export surchargé. Il y a de la SGE, il faut l'établir le service après-vente, gestion de réclamation. ولكن راه زيد المزيد دقيق اي حاجه راه غادي تخلص عليها. Remarque, il ne faut pas considérer ce mode de pénétration comme un moyen de développer une présence durable à long terme sur un marché, car généralement, les sociétés de gestion export font écran entre les clients étrangers et l'entreprise. De plus, lorsque les ventes atteignent un certain volume, il est préférable que l'entreprise prenne elle-même en main l'activité d'exportation et développe sa propre expertise. Ziana had l'idée. Yani, had les intermédiaires, les ranchofos de l'exportation indirecte, le sous-traité. Il est continué à être à long terme, qui m'a gagné le marché. Had l'air qu'il y a un réel flou. Réel, je teste le marché, je te bien chouïa, je te fais le marché, je te fais de l'expérience. Une fois, كتوقف على رجليك كتولي عندك ليكسبيرتيز كيولي عندك شويه ديال لي مويان راه خاصك تكلف انت خاصك تدوز لا كوميرسياليزاسيون ديالك حيت هاد لي زانترميديير ما خدامينش ليك ا لون تيرم تو سامبلومون ما خدامينش ليك حيت هادو ديما كي عرفتي بحال قلتي كيديروا لك باغيار ما بينك انت وما بين لي كليون ديالك على ليترونجي يعني حيت هما ماشي من مصلحتهم انت تعرف مزيان هاد لو مارشي يعني غيجي واحد النهار خاصك تقول لهم سمحوا لي الله يعاون خاصك تدوز هذا ترجع لا كوميرسياليزاسيون ديريكت ولا كونترول. غنشوفو لي بيرو داشا اشنا هو ان بيرو داشا. دونك شفنا لي سوسيتي دو كوميرس انترناسيونال شفنا لي سوسيتي دو جيستيون اكسبور. دونك لي بيرو داشا ديفينيسيون دونك ان بيرو داشا اترونجي ايتابلي دون لو بيي دوميستيك دو ليكسبورتاتور ايت اون سيلول داشا مونداتي qui agit pour le compte d'une entreprise maison mère étrangère, chaîne de distribution, entreprise industrielle. Cette cellule d'achat est à la recherche d'entreprises susceptibles de lui fournir des produits adaptés aux besoins et aux goûts des consommateurs de leur pays d'origine. Ces produits sont généralement des biens de consommation vendus sous marque et qui bénéficient d'une image forte liée à leur pays d'origine. Le bureau d'achat possède en général un service logistique qui gère toutes les opérations d'exportation, documents, transports, mode de règlement. La centrale d'achat s'apparente au bureau d'achat, donc à Trivenphalphen. Celle-ci est un organisme qui centralise les achats pour différentes entreprises qui se regroupent en vue d'obtenir les prix les plus attractifs. Remarque. D'un certain point de vue, il ne s'agit pas d'une exportation sans fil donc strict pour l'entreprise, puisque le client est domestique. Achetons un bureau d'achat. Regardez comme exemple. D'abord, supposons qu'on a demandé Carrefour, Carrefour de la France. C'est clair. Donc, Carrefour de la France, ou là, Eicher qui est maintenant la France. Maintenant, on a demandé un magasin qui m'a reconnu une grande surface. Maintenant, on a vu les produits de l'Ergen, l'Europe. في المغازين عندهم مثلا في الاوروب ولا في لافرانس شنو كيديروا كيجيو للمغرب كيتانستالاو هنا كيحلوا واحد البيرو مثلا في مراكش ولا في كازا داك لا وكيخدموا معاهم مثلا مغاربه اللي فاهمين لو مارشي
ومن بعد شنو كيديروا؟ كيديروا لا بروسبكسيون في المغرب، كيديروا التنقيب في المغرب، كيقلبوا على كاع دوك التعاونيات اللي كاينين في المغرب واللي كيديروا مثلا ارغان، كيمشيو كيديبلاصاو عندهم، كيتلاقاو معهم كيشرحوا لهم، كيقول لهم شوفوا حنا راه خدامين مونداتي ولا يعني خدامين دي ديليغي كوميرسيو ولا دي زاجون كوميرسيو سموها كيما بغيتو مع كارفور فرانس ولا مثلا كارفور اوروب، يعني اشرحوا لهم نقول لهم راه كارفور اوروب راه شركه عالميه راه شاده لوروب كلها والعالم، دونك حنا راه بغينا نشريو عندكم دي برودوي باش نبيعوهم في لوروب، هذا هو لو بيرو داشا. حتى هما كيخدموا بنفس السيستم، كيخدموا في السيستم ديال لا كوميسيون، يعني كيشريو عندك كونتيتي كبيره هنا في المغرب ومن بعد كيصيفطوها كيصيفطوها لكارفور فرانس، وتما فين كتستوكا وتما فين كتفرق على لي ماغازان ديال كارفور اللي كاينين في لوروب كلهم داك لا، وكدوز 15 يوم شهر شهرين على حسب شحال داروا معك في الكونطرا، كيبيعوا لك البرودوي وكيصيفطوا لك فلوس داك لا. دونك حتى هما راه كيتكلفوا بتو سكي لوجيستيك، وهادو في المغرب راه كاينين حتى في المغرب، يعني من غير ليكسبور راه كيتسموا لا سونترال داشا. نعطيكم ليكزامبل بحال مثلا هادو لي ميدسان دونتيست جو بونس، يعني الاطباء ديال الاسنان في المغرب راه دايرين سونترال داشا ديالهم. اشنو هي سونترال داشا؟ دايرين واحد لوغانيزم ديالهم، واحد الهيئه ديالهم اللي كتكلف لهم بلاشا. دونك علاش؟ حيت الا جينا كل ميدسان مثلا دونتيست غيشري دوك لي برودوي باش كيخدم، دونك يقدر يشريهم غاليين، يقدر يلقى مشكل في الترونسبور وشحال ديال الصداع، فهمتوني؟ دونك اشنو دايرين بحال اللي قلتي عرفتي، بحال النقابه دايرين واحد التجمع ديالهم داكشي علاش كيتسمى سونترال، كنسونتراليزيو لي زاشا، يعني كنجمعوا لي زاشا. دونك عوض ما نبقاو نشريو بياسا بياسا كنقولوا اجي حنا كلنا كنخدموا في نفس الدومين، اجي نتجمعوا وندير واحد لا سونترال داشا ديالنا وهي اللي غتكلف لينا بلاشا. يعني بحال الفكره اللي شرحنا رباح ديال ليونيون في لافورت، يعني فاش كنتجمعوا راه كتولي عندنا واحد القوه، كيولي عندنا البوفوار مع لي فورنيسور. دونك هاد لي ميدسان دونتيست جو بونس عندهم سونترال داشا ديالهم في كازا، دونك شنو كيديروا؟ كل شهر كيجمعوا لي بوزوان لي زاشا، يعني كاع دوك لي ميدسان اللي منخرطين في هاد لا سونترال كيصيفطوا لي بوزوان ديالهم، يعني شنو خاصهم في لي برودوي في الماتيريال باش كيخدموا في لي كابينيت ايتترا. دونك لا سونترال داشا اللي عندهم في كازا شنو كدير؟ كتجمع دوك لي زاشا كلهم دوك لي بوزوان وعاد كتتوا مع الفورنيسور، وعاد كيعيطوا مثلا الفورنيسور اللي عندهم في المغرب ولا اللي كيشريو عنده على برا، كيقولوا ليه فوالا هاد الشهر بغينا قد القد ديال هادي، بغينا مثلا 6 طن من هادي، بغينا مثلا 50000 بياسه من هادي. دونك اوتوماتيكمون ملي كدوي مع الفورنيسور وكتقول ليه راه خاصني 50000 ولا 200000 بياسه من هادي، راه اوتوماتيكمون راكم عارفين شنو كيطرى، راه كيطيح لك لو بري. دونك الا كان كيبيع هاد البرودوي ب 20 درهم راه غيخلي لينا مثلا حنا بالنص ب 10 دراهم، لانه جبنا ليه واحد لا كوموند اللي هي كبيره بزاف، دونك هو راه غادي يربح في لا كونتيتي ماشي لا مارش. وهادشي مزيان لي ميدسان دونتيست، دونك راه كيشريو دي برودوي وهادي باقل ثمن كاين في السوق. وهاد لا سونترال داشا اللي معروف بها من غير لي ميدسان دونتيست في المغرب اللي معروف بها هما لي غونت سيرفاس. دونك بحال مثلا دابا ملي كدوي مع مارجان ولا كارفور كتبيع لهم البرودوي ديالك، راه ما كيدويوش معاك على المغازان اللي كان في طريق كازا، راه كيدوي معاك على المغرب كامل، كيقول لك شوف حنا راه غنشريو عندك واحد لا كونتيتي كبيره واللي غنبيعوا في لي ماغازان اللي عندنا في المغرب كامل، دونك شحال غدير معنا في لو بري. راه هذه هي الطريقه باش كيطيحوا لك الثمن، فهمتوا دابا شنو هي لا سونترال داشا ولا لو بيرو داشا؟ دونك هي واحد لونتربريز مونداتي ولا انترميديير اللي كتشري دو غروند كونتيتي، دونك اوتوماتيكمون راه كطيح لو بري. غنشوفوا لي زافونتاج ديال لو بيرو داشا ولا لا سونترال داشا. Donc l'exportation par l'intermédiaire d'un bureau d'achat étranger présente les avantages suivants. La vente a lieu sur le territoire de l'exportateur. هادي مخيره، يعني حنا دابا خدامين في المغرب كما عطينا مثلا التعاوني ديال ارغان، دونك ما غنديبلاصاو ما والو، البيرو داشا ولا سونترال داشا غيجيو حتى لعندنا، وحاجه اخرى غنبيعو لهم هنا في المغرب. يعني داك الصداع ديال لوجيستيك ما عندي ما ندير به، يعني انا غنتهنى من الصداع ديال الترونسبور ولا دوان، هما غيتكلفوا بكل شيء حيت هما كيشريو لي كونتيتي كبار وعاد كيصيفطو كلشي لوروب، فهمنا؟ دونك غيهنيو من الصداع ديال اللوجيستيك، راه ما ساهلش. حاجه اخرى لا بروسبكسيون ولي كوموند، دونك انا يعني كليون كيجي حتى لعندي، يعني البروسبيك كيجي حتى لعندي، دونك هو البيرو داشا ولا سونترال داشا، دونك كيشري عندي دي كونتيتي كبار، دونك ما بقيتش كنتعامل معاك دو بوتيت كوموند ولا دو بوتي كليون، صداع راس، دونك
لا كيولي عندي كليون واحد كبير وكنتعامل معاه خطره واحده. يعني الا كنت خدام مع هاد لو بيرو داشا ودرت معاهم كوميسيون مزيانه، راه كيهنوني من تو سكي دونك بروسبكسيون اي اكسبورتاسيون. L'exportateur ne prend pas en charge des opérations logistiques, administratives et financières associées à l'exportation. Il y a des legal de bien. Et en tant qu'exportateur, quand on a un sda de l'export ou de diwana ou même le financier, il y a une raison de vouloir financer le charge. Il y a une marge de dans un sda à rassier un peu de le client. Je suis allé sner, je suis allé faire les flux, je suis allé faire les PayPal. Non, central d'achat, il est le plus cool. Le risque financier il est très faible. Voilà, donc les inconvénients. Et je finis les deux avantages principaux. Donc, malgré les atouts qu'offre cette formule, la vente à l'étranger par le biais d'un bureau d'achat présente également quelques inconvénients. L'entreprise doit proposer des offres de prix très compétitives car elle affronte une concurrence rude. C'est le problème des centrales d'achat. C'est que, comme je l'ai dit, عندهم واحد لو بوفوار اللي هو خطير، حيت هما كيما قلنا دونك فاش كتسمع سونترال داشا يعني راه مجموعين فيها بزاف ديال لي كليون، بزاف ديال الشركات. دونك ملي كيجيو كينيغوسيو معاك راه كتحس براسك بحال الا كتنيغوسي مع واحد الغول، مع واحد الشركه كبيره. دونك انت راه ما كتقدرش تفرض لو بخي اللي بغيتي، راه هما اللي كيفرضوا عليك الثمن. وباش كيفرضوا عليك الثمن، كيفرضوا عليك الثمن بلي كونتيتي بلو بوفوار ديالهم، كيقول لك شوف راه حنا غنشريو عندك مثلا داك ستوك ديالك كامل كل شهر. يعني كيقول لك شوف حنا راه نشريو عندك مثلا 5000 طن في الشهر. دونك انت ملي كتشوف 5000 طن كتقول واه هذا هو يعني راه هادو ما غيهنيوني من الصدق. دونك ما بقاش عندي مشكل ديال ما بقاش عندي بروبليم كوميرسيال، يعني اي حاجه صابطه راه غادي يبيعوها ليا. دونك اوتوماتيكمون شنو كيطرى هنايا سي كو كيطيحوا لك لو بري. يعني الا كنتي مثلا كتبيع في مثلا في المغرب ولا في واحد المارشي اخر كتبيع مثلا ب 20 درهم لينيتي، هادو غيقزروك شويه، راه يقدر يوصلوا معاك مثلا حتى 8 دراهم، يعني راه يحيدوا لك النص ولا اكثر. لونتربريز دو سوفون ادابتي سي برودوي، لونتربريز سوميز ا دي كونترانت ستريكت اون ماتيير دو كاليتي اي لو ريسبي دو ديلي. وي كيفرضوا عليك دي كونديسيون، هي اللي دويت عليها قبيله فاش قلت لها ديكتاتور دي غون سيرفاس. دونك كيفرضوا عليك بعض المرات شي شروط كما كنقولوا حنا تعسفوا فيه، يعني دي كونديسيون اكزاجيري اللي ما تقدرش عليهم. لا في la qualité, la في le respect du délai, la في les prix, donc بزاف ديال الحوايج. Les ventes sont ponctuelles, l'exportateur n'a aucune connaissance, voilà. غنمشيو l'importateur. Donc شنو هو l'importateur؟ نشوفوا la définition. L'importateur ou le distributeur, c'est un commerçant indépendant, étranger, qui achète, ferme, les produits de l'exportateur et qui ensuite les revend à son nom et pour son propre compte, donc à ses risques et profits. Il se rémunère en prélevant une marge bénéficiaire. Maintenant, je vais vous dire que je vais vous dire que vous avez dit 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 que vous société de gestion export avez dit que vous 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 avez dit que كيش كي هذا كيمشي كيبيع لك بالسميه ديالك، يعني انت قدام انت اجون كوميرسيال. لامبورتاتور مثلا حنا بغينا نبيعو في لافرونس، دونك لامبورتاتور كتكون شركه فرنسيه ولا كيكون شخص كاين في لافرونس، دونك سي تان فرونسي، دونك هو فاهم لو مارشي ديال لافرونس، كتخدم معاه باغ كوميسيون. هاي دونك سو ريمونيغ اون بريلفون يون مارج بينيفيسيار. دونك كيكون واحد الموزع، واحد لو ديستريبيتور انديبوندون اترونجي. شفتوا في لا ديفينيسيون دونك اترونجي راه ماشي مغربي، دونك كيكون في لاترونجي كيكون في ذاك المارشي فين بغينا نبيعو حنايا. دونك حنا مثلا بغينا نبيعو في الامارات باغ اكزومبل، دونك غنشوف واحد الشركه اماراتيه ولا واحد السيد في الامارات عنده شويه ديال لي مويان، يعني عنده ان ديبو، عنده ماكازا، عنده دي بيرو، دونك كيكون انديبوندون يعني خدام راسو هو داك لا، وكنديرو معاه الكونترا ديال هذا ديال اش كيتسمى ديال لامبورتاسيون، يعني غنبقاو نصيفطو ليه لي برودوي من المغرب، هو غيتلقى لهم ولا غيستقبل لهم في الامارات، غيخرجهم من الديوان، غيخلص عليهم الديوان من جيبو، فهمنا؟ غيمشي يستوكيهم وهو غيمشي يعاود فيهم البيع تو سامبلومون، ولكن ردوا معايا البال باش ما تخلطوش عاوتاني لامبورتاتور مع داك لاجون كوميسيوني اللي شفنا في لا كوميرسياليزاسيون ديريكت. راه هنا شوف واش دايرين في لا ديفينيسيون، اي كي اونسويت لي غوفون ا سون نو اي بور سون بروبر كونت، يعني هو راه كيبيع بسميتو داك لا اي بور سون بروبر كونت.
يعني هو كيشري عندك وكيعاود يبيع. يعني هنا حتى في لا مارج بينيفيسيار راه يقدر يشري عندك ب 10 دراهم ويبيع ب 50 درهم. يعني انت ما سوقكش كيقول لك انا غنشري عندك وانا غنبيع في بلو بري اللي بغيت فيما بغيت اتسطر، حيت هو راه كيبيع في سميتو، هو عنده شركه في مثلا في الامارات كيشري عندك وكيعاود يبيع، يقدر يبيع لي برودوي ديالك مع لي برودوي ديال لي كونكورون ديالك، ما عندوش مشكل وما عندكش الحق تقول ليه لا اتسطر. هذا هو لامبورتاتور ولا لو ديستريبيتور، يعني هو غير موزع. وهذا الشيء راه كيديروه المغاربه بزاف مع دي مارك اترونجر. يعني الا خديتي دابا كاع لي برودوي دو غراند كونسوماسيون اللي كيتباعوا في المغرب، راه لي زامبورتاتور ولا لي ديستريبيتور مغاربه راهما اللي كيدخلوهم المغرب. دونك كيمشيو كيقلبوا على هاد الشركات وكينيغوسيو معاهم. عرفتي بحالاش؟ بحال دوك لي غروسيست اللي كيكونوا في ديال الجمله اللي كاينه في كازا في درب عمر ولا في القريعه ولا فين زكان في اكادير ولا في الناظور ولا في طنجي ولا في مراكش اتسيتيرا. دونك هاد خونا هذا كيكون مول الشكاره، كيكون عنده فلوس، شنو كيدير؟ كيشد الطياره كيمشي مثلا لباكستان ولا كيمشي للهند ولا كيمشي للشين. دابا بزاف ولاو كيمشيو للشين ولا كيمشي لاي دوله كما بغات تكون. كيقلب، عرفتي، هو كيشم لي زافير، كيقلب في داك المارشي ديالهم. وغالبا كيكون هو دي كونتاكت، يعني ما كيدي بلاصه حتى كيكون عنده دي كونتاكت مثلا في للشين. دونك كيمشي كيتلاقى تما مع المغاربه وكيبداو يدوروا تما في السوق المارشي ديال الجمله تما ديال الشين. بحال هذاك اللي ما عرفتش استفدتوا لكم واحد المارشي تما عندهم معروف ديال الجمله كبير سميتو واش ييبو شي حاجه بحال هكا. دونك كيمشيو مثلا كيشوفوا مثلا هاد خونا هذا الحاج هذا ولا هاد السيد مثلا عنده مع داكشي ديال الكوزينه، كيقول لهم وريوني المارشي فين كيتباعوا هنايا في الشين لي برودوي ديال لا كويزين. كيبداو يضربوا به مثلا يومين ثلاث ايام كيوريو كيشوف هو حيت فاهم في هادشي ديال لا كويزين في المغرب، كيشوف لي برودوي، عارف لي برودوي اللي غيتباعوا في المغرب ولي برودوي اللي ما غيتباعوش. دونك ملي كيطيح على شي برودوي اللي غيتباع ليه في المغرب اشنو كيدير؟ كيقول لهم شوف بغيت كونتينر ولا بغيت مثلا 200 الف بياسة من هذا البرودوي هذا صيفطوا ليا للمغرب. دونك كيمشي كيتفاهم مع مول لوزين كيخلصوا وكيتفاهموا على كلشي كيسنيو الكونطرا وكيرجع للمغرب. كدوز 15 يوم ولا شهر كتوصلوا السلعه مثلا لكازا، كيشد السلعه ديالو كيخرجها من الديوانه كيخلص عليها ولا كيدخلها من موريتانيا باش تقام عليه الديوانه رخيصه. اشنو كيدير هو من بعد؟ كيبدا يعاود يبيع لدوك لي غروسيست ولا دوك لي سيمي غروسيست ولا كيبيع لي ديتايون. واشنو كيدير باش يقتل لي كونكورون ديالو؟ كيمشي كيسجل داك لو برودوي بسميتو هنايا في المغرب. دونك انت واخا تبغي تامبورتي بحال داك لو برودوي كتمشي كتفاهم مع موليزين كيقول لك لا راه ديجا سبقك واحد مغربي راه جاي راه داير مع الكونتر. فهمتوا دابا شنو هو ستاتيو ديال لامبورتاتور؟ دونك لامبورتاتور مزيان حتى هو كيهنيك في الوسطه، ولكن راه كيفاش تيسجلو بسميتو؟ وي كيفاش تيسجلو بسميتو استاذ؟ كيمشي لديك واحد البير واحد المكتب ديال الملكيه الفكريه شي حاجه بحال هكا كاين في كازا. بلاتي حنا نشوف ما بعيده غير تازا انا نوريه لكم دابا. كاين هنا راه عنده واحد السميه، عنده واحد السميه اللي كيمشيو الناس لكازا كيشجلوا فيه دوك لي موديل اللي كيجيبوا على برا. بلاتي انا نجبد لكم بروبريتي، غنكتب غير بروبريتي اندستريال اي انتيليكتويال كازا. ما هو غيطلع دابا، ها هو كيتسمى لومبيك. شفتو راه هاد لومبيك هي اللي تنسات عليا، كاين لومبيك. دونك مثلا هاد خونا هذا جاب مثلا واحد الموديل ديال التوب يلا خرج مثلا في الهند ولا في الشين، وبان لي هاد التوب راه هو اللي جاي في الطريق. يعني هو لا مود، هو لا طوندونس في 2020 مثلا في حوايج ديال العيالات اكسترا. اشنو كيدير؟ كيجيب كونتيتي كبيره وكيمشي كيسجلها هنا في لومبيك في كازا. دونك كتولي مسجله بسميتو، يعني هو اللي عنده داك اش كيتسمى داك ليكسكلوزيفيتي، دوك حقوق الاستيراد، يعني داكشي عنده حصري. دونك انت واخا تبغي تجيب برودوي بحالو باش تنافسو ما عندكش الحق. عرفتي الا زعما الا مشيتي جبتي برودوي بحال هذا اش كيدير لك؟ هو راه عنده صحابو في المارشي، راه عارفين اش كيدور في السوق. يعني راه ما غاديش تخبى، راه يسيق لك خبار، يسيق لك خبار، كيمشي كيدعيك في المحكمه وكيحل بك مزيان. عرفتي كيدير فيك ما بغى، فهمتيني؟ هذا هو لومبيك، لوفيس ماروكان دو بروبريتي انتيليكتويال اي كوميرسيال
انا حيت عندي البي سي بالانجلي خرج ليا بالانجلي، بلاتي نردو للفرونسي باش نشوفو بالضبط باش ها هو سميتو اوفيس ماروكان دو لا بروبريتي اندستريال و كوميرسيال، راه معروف كاين في كازا. اوكي هذا هو الستاتيو ديال لامبورتاتور. دونك هاد لي زامبورتاتور راه في الاول حنا كيما قلنا الا ما عندناش ليكسبيرونس وما عندناش لي مويان راه هاد لي زامبورتاتور راه مزيانين لينا. Avantage, l'utilisation d'un importateur présente quelques avantages du point de vue de l'exportateur, donc simplification des opérations logistiques et administratives. Donc, il m'a dit non, on peut sortir les slams dans le Maghreb, on peut juste aller, on peut aller, on peut aller, on peut aller. Il y a une idée que c'est l'autre, c'est le transport, qu'on les règle, les gars, les gars, les gars, les France, qu'on les règle, les gars, les gars, les gars, transport, la France, ma sur l'importateur, je suis allé avec le Kouchi. Réduction du risque de change. Puisque la vente se fait à l'importateur en devise nationale. Ah, باش مزيان هذا. دابا بالنسبه للريسك دو شانج لانه كيخلصك دونك بلا devise nationale يعني بلا موني ديالك انت. ريسك ريبورت دو ريسك دو نون بيمون. وتا لو ريسك دو نون بيمون ما كاينش لانه كيشري كيشري عندك ستوك كبير دونك راه كيخلصك قبل كيخلصك قبل ما تصاوب كاع لو برودوي. او لي زانكونفينون كيما قلنا كما قلنا في هاد لا فونت سو تريتي كولا سي بيرت دو ميتريز توتال دو لا بوليتيك كوميرسيال. هو راه كيشري عندك البرودوي كيمشي كيبيعو في شي دوله اخرى دونك انت راه ما كتبقاش ميتريزي لا لي بري لا لي كانو دو ديستريبيسيون لا الكومونيكاسيون لا كيفاش كيبيع دونك كيقول لك هادشي ما سوقكش. كاين لو ريسك تاني ولا فونتاج ديبوندونس فيزافي دي بيرفورمانس دو ديستريبيتور، يعني الا كان هاد ديستريبيتور كيبيع مزيان راه حتى انت كتربح معاه مزيان. المشكل الا كان ديستريبيتور ما كيبيعش مزيان هنا حتى انت راه كتوحل معاه دونك راه ما ريسك دو ريدوير لا مارج بينيفيسيير يقدر هذا لو ديستريبيتور حتى هو كما قلنا كيفرض عليك الشروط ديالو سورتو لا مارج بينيفيسيير. كون اوبتي بور ان امبورتاتور دونك ليكسبورتاسيون فيا ان امبورتاتور ولا ديستريبيتور نو بورا سانفيزاجي كو بور لي زونتربريز كي فوت دو مويان فينونسي اي هومان نو بوف اورغانيزي ايل ميم لا فونت ا لترانجي اي بور سيلسي. Donc, et pour celles qui ne doivent pas avoir une maîtrise absolue de la politique de commercialisation de leurs produits à l'étranger. Donc, il y a ces questions de moyens. La galbe, mais n'est-ce pas l'ertéar. Donc, parfois, donc, je connais donc chez les casseurs ou les taouniers casseurs, mais n'est-ce ni l'expérience ni les moyens. Donc, ce n'est que très difficile, mais c'est important. En attendant, t'as de l'expérience ou t'as de les moyens. Donc, la dernière forme, l'exportation sous-traitée ou l'exportation indirecte. Donc, c'est ce qu'on appelle concessionnaire. Donc, le contrat de concession, c'est une convention liant le concédant. Donc, qu'est le concédant, qu'est le concédé. Donc, quoi est le contrat? Donc, concession, c'est un contrat, donc la convention, mais bien le concédant a un nombre limité de concessionnaires. Donc, qu'est-ce bien le concédant? Il y a la société mère, il y a la marque, le Toyota. Ou mais bien les concessionnaires, donc qu'est-ce des Tunisiens, des Français, etc. Donc, auquel elle réserve la vente d'un produit sous condition qu'il satisfasse à certaines obligations. Donc, à chez le concessionnaire, l'exemple typique, on a les voitures. Donc, maintenant, un concessionnaire, il y a Toyota, le concessionnaire, etc. Donc, la commercialisation, il y a les marques de voitures, l'Alam Kamlou, donc, il y a la forme de concessionnaire. Le fournisseur ou le concédant, il a dit un Toyota du Japon, donc distribue ses produits en exclusivité au concessionnaire. Le concessionnaire, par exemple, de la franchise, les Chevnelbert. Donc, il a dit le contrat d'exclusivité. Celui-ci est un commerçant indépendant, donc chez les Maghrébiens, indépendant, donc qui va acheter les biens du fabricant pour les revendre. Sa rémunération sera à la hauteur de la marge commerciale qu'il effectue sur les produits revendu. Il existe plusieurs formes de concession, dont la plus connue, c'est la concession d'exclusivité. Est-ce qu'il y a une concession exclusive ou la concession d'exclusivité? Il y a une marque comme Toyota ou la Hyundai qui dit qu'il a entré dans le Maghreb. Donc, il a fait beaucoup de concessionnaires. Il a concessionnaires. Maintenant, il a fait donc il a fait des promotions. ولا غيبداو يبيعوا في شكل دونك راه غيقتلوا لينا ديك لا مارك. دونك احسن حاجه شنو هي غنخدموا مع شركه واحده في المغرب ولا غنخدموا مع مغربي واحد وغنديروا معاه الكونطرا ديال لا كونسيسيون وغنفرضوا عليه الشروط ديالنا، يعني غنفرضوا عليه الشروط مثلا
كيفاش خاص يبيع فين يبيع لو بري لي مارج اتسيتيرا دونك راه كيفرضوا مع التال كيفرضوا عليه التال مارج باش غادي يبيع ماشي عاوتاني حيت كونسيسيون اكسكلوزيف غيدير ما بغى لا حيت لا مارك كتخاف على السمعه ديالها دونك كاينه لا كونسيسيون اكسكلوزيف يعني هنايا لا مارك كتعامل مع واحد لو كونسيسيونير بحال ليكزامبل ديال لي مارك دو فواتور في المغرب راه كتلقى الا مشيتي مثلا لرونو راه كتلقى ولا رونو داسل دونك راه كيتعاملوا مع شركه مغربيه وحده تويوتا لا ميم شوز هيونداي لا ميم شوز يعني سيدي سوي يعني ماشي في كل مدينه راه كتلقى كونسيسيونير لا راه كتكون كيكون واحد لو كونسيسيونير شركه مغربيه ومن بعد هذاك هاد لو هاد لو كونسيسيونير مغربي كيحل الفروع ديالو كيحل دي زاجونس ديالو دونك كتلقى عنده الشاوروم ديال مراكش ديال كازا ديال اكادير اكسترا دونك ما غاديش ندخلو في هاد لي ديتاي هنا راه شرحو مزيان هادشي ديال لا كونسيسيون شنو كيكون في الكونترا لي زوبليغاسيون فوالا حاجه مهمه هي هادي هي دونك دابا دوينا على لي مود ديكسبورطاسيون دونك شفتو هادشي ديال لا ديستريبيسيون راه كياخد الوقت لانه فيه ميتيكال وحاجه مهمه في لا كوميرسياليزاسيون على لترونجي Donc, le cours, les modes de commercialisation, les avantages, les inconvénients de chaque mode, les formes, les formes détaillées de chaque mode. De chaque mode. Donc, il faut que l'on ait comme ça, il y a les formes. D'abord, on va voir quelque chose qui est important, il y a le chapitre de la distribution, les facteurs de choix. Il y a une entreprise qui veut dire l'export. Vous comprenez? Je suis venu à ce Donc, vous comprenez? Mais comment est-ce le meilleur mode ou la meilleure forme de commercialisation pour nous donc la première chose c'est que la distribution directe ou indirecte ou en coopération ou si on a une méthode indirecte on va commencer avec la vente directe ou on va directement le représentant salarié et ainsi de suite ou on va aller filière commerciale donc on va choisir ou ça donc là on ne t'attend pas on va voir qu'il y a des facteurs هاد لي فاكتور هما هاد ثلاثة دونك غناخد هاد الباراغراف وغنحط لكم في الريزيوم دونك شنو دايرين هنا إل نيكزيست با اون استراتيجي دو كوميرسياليزاسيون كي سوا اوبتيمال هي اللي قلت لكم البارح راه ما كايناش هادي حسن من هادي ولا هادي حسن منهم كاملين لا دونك ما كاينش واحد لا استراتيجي ولا واحد لو مود دو كوميرسياليزاسيون اللي خدام طول الطون لا على حساب كما قلنا على حساب دي فاكتور اللي غنشوفو دابا دونك ليكسبورتاتور دوفغا فار ان اربيتراج يعني انت خاصك دير واحد ليفاليسيون واحد لا كومباريزون اونتر لي ديفيرونت اوبسيون ديكسبورتاسيون كي سوفر ا لوي كونتوني دي فاكتور كي سون لي على حساب لونتربريز باش كنقولوا لونتربريز يعني على حساب لا مارك ديال زعما على حساب هذا لي مويان ديال يعني واش عندك اون ستركتور اكسبور واش عندك ليكسبيريونس واش لي كومبيتونس اللي عندك اتسيتيرا على حساب لي كاركتيرستيك دو برودوي ديالك البرودوي ديالك واش بيريسابل واش كيخسر دغيا واش كيصبر البرودوي ديالك كما قلت البارح واش خفيف واش واحد لو برودوي اللي هو ثقيل بزاف البرودوي ديالك واش ساهل في البيع يعني واش برودوي بانال بحال اللي قلتي مثلا كما قلنا دونك لي برودوي دو غراند كونسوماسيون سو سون دي برودوي بانال ولا العكس واش كتبيع دي برودوي اللي هما سو سون دي برودوي كومبلكس بحال دي ماشين بحال دي سكانر اكسترا وعلى حساب لو مارشي فين غتبيع داك لو مارشي كي داير دونك راه كناخذوا بعين الاعتبار هاد الثلاثه ديال لي فاكتور باش نقرروا دونك بور بروندر لا بون ديسيزيون باش نعرفوا اشنا هو لو مود دو ديستريبيسيون اللي مزيان لينا حنايا مزيان غنبداو بلي فاكتور لي ا لونتربريز شنو دايرين هنا دونك لو شوا دا مود دو ديستريبيسيون دونك ها هما واش اكسبورتاسيون كونترولي واش اكسبورتاسيون سو تريتي واش اكسبورتاسيون كونسيرتي كونسيرتي راه هي اون كوبيراسيون دونك كيفاش كنختاروا ما بين هادو دونك لو مود دو ديستريبيسيون دونك dépend dans une large mesure du diagnostic export. Ahna kanarja'u lhadra li dwina aliha nhar l'awwal. Donc ra ala hisab les résultats dial diagnostic export li darna nhar l'awwal. Yani ala hisab douk les forces et les faiblesses ila aqeltou alihom. Ra ala hisab les forces dialk ou les faiblesses. Ila andek mathalan bzaf dial les forces ou ma andekch des faiblesses, ghaliban hna ghatmchi fi l'exportation contrôlée hit nta andek les moyens, andek les forces bach tcontrôle, bach dir koulchi rasek. Ila lqina andek bzaf dial les faiblesses ou ma andekch les forces هنا جوج حوايج يا اما غدير اكسبورتاسيون سو تريتي يعني غتخدم مع لي زانترميديير يا اما غدير ليكسبورتاسيون كونسيرتي ولا لا فونت اون كوبيراسيون يعني غتشوف الشركات الاخرين بحال وغتعاونوا بيناتكم بيان سور الا لقيتي معاهم سينو راه غتخدم باغ انترميديير فوالا سمحوا لي
نشرب وميم طون اللي عنده شي ملاحظه ولا هذا يسول. اوكي okay. دونك سينو اون تيرمين. دونك هنا على حساب لي ريزولتا دو ديغنوستيك اكسبور كو لونتربريز ا رياليزي اي كي لوي ا بيرمي دو ديسلي يعني دو ديسلي دو ديكوفرير دو كومبروندر سي بوين فور اي سي بوين فابل سور سي مارشي. دونك اول حاجه كنشوفوا ليكسبيريونس انترناسيونال يعني واش ديجا عندك ليكسبيريونس في الاكسبور ولا لا، راه فرق كبير. الا كنت الا عندك ديجا ليكسبيريونس راه غالبا ما تحتاجش لي زانترميديير، غالبا غتمشي في ليكسبورتاسيون كونترولي ديريكت يعني حيت انت عارف عندك ليكسبيريونس، عارف دوك لي رواج، عارف دوك القوالب ديال ليكسبور، عارف لا دوان، عارف الشركات ديال الترونسبور، عارف لا ريغلومونطاسيون ديال الدول ايتترا. دونك هنا ماشي ضروري غتحتاج ان انترميديير ولا تحتاج الاخرين يتعاونوا معك. دونك هنا تقدر تمشي في هذا لو مود دو ديستريبيسيون ولا سكون ابل ليكسبورتاسيون كونترولي لا ديسپونيبيليتي اون باش عندك لو طون، لانه ليكسبور راه كله صداع. غنشوفوا هادشي في اللوجيستيك، راه ليكسبورتاسيون راه كلها صداع، راه غير الديوانه سير واجي، ترانزيتير الشركات ديال الترونسبور، الديوانه عاوتاني في الدوله الاخرى فين غتمشي ليها السلعه، لي كليون على برا، راه وعاد الصداع. دونك راه كلها الخلاص البنكة راه نشوفوا من بعد في البيمون كريدي دوكيمونتير خاص تجمع لي دوكيمون ديهم البنكة باش تخلص. دونك راه فيها الخدمه. دونك الا ما كنتيش انت مسالي وما عندكش الوقت هذا راه خاصك تمشي تخدم مع لي زانترميديير تو سامبلومون ولا دير فونت اون كوبيراسيون. لي ريسورس هيومن انا كندوي على لي مويان، واش عندك دي كومبيتونس ولا لا. دونك راه الا عندك دي سالاري كومبيتون في الانترناسيونال راه ماشي بحال الا ما عندكش، راه الا عندك دونك يقدر يعاونوك دير ليكسبورتاسيون كونترول. الا ما عندكش دي ريسورس هيومن كومبيتونت في الانترناسيونال راه واخا يكونوا كيطيروا في المغرب صعيب عليك دير ليكسبورتاسيون كونترولي. لي ريسورس فينانسيير فلوس، دونك باش دير مثلا اكسبورتاسيون كونترولي يعني راه خاصك دير لا بوبليسيتي، خاصك تمشي دير لا بروسبكسيون، تمشي دير لوتود دو مارشي، يكون عندك لي مويان ديال. دونك الا ما عندكش لي مويان فينانسي سوفيزون بلا ما تبقى تحلم، سير بدا مع دي زانترميديير ولا دير لا فونت اون كوبيراسيون اون ايراس. لي زوبجيكتيف كلوبو سور لو مارشي يعني شنو هو لوبجيكتيف اللي بغينا نوصلو ليه، شنو كيقصدوا هنا غنشرح لكم. يعني الا كنا مثلا حنا بغينا نخدموا الون تيرم في واحد لو مارشي، يعني كما كنقولوا حنا ماشي بغينا نضربوا ونهربوا صافي، لا بغينا نخدموا الون تيرم داك لو مارشي. هنايا مزيان مثلا نبداو باغ دي زانترميديير، ولكن خصنا ديما نحطوا قدام عينينا باللي غيجي واحد النهار 3 سنين 5 سنين خصنا نرجعوا ليكسبورتاسيون ديريكت. هادو هما لي زوبجيكتيف. باغ كونتر الا كنا مثلا بغينا نكسبورتي واحد لو مارشي وداك لو مارشي صغير بزاف، يعني مثلا لا بوبولاسيون ديالو قليله بزاف، هنايا تقدر مثلا 20 عام 100 عام تلقانا حنا باقي خدامين مع واحد الانترميديا. علاش؟ لانه هذا المارشي ما يستاهلش نمشيو زعما نمشيو انفيستيو فيه ونحلو فيه دي زاجونس، لا سي ان بوتي مارشي. دونك فهمتوا دابا على حسب لي زوبجيكتيف اللي عندنا في كل مارشي. لي بوسيبيليتي ديفولوسيون يعني البوتونسييل ديال لو مارشي. دابا غنشوفوا لي فاكتور لي او برودوي. دونك لي فاكتور لي او برودوي قبل ما ندوزو لي فاكتور لي او برودوي، هادو دابا اللي دوينا عليهم وشرحناهم غنحطوهم في لو ريزومي ديالنا. دونك فاش كنقصدو خصنا نردو البال لي فاكتور لي ا لونتربريز، دونك شنو كنقصدو؟ كنقصدو ليكسبيريونس انترناسيونال. دونك راه الا عندك ليكسبيريونس ماشي الا ما عندكش ليكسبيريونس. فوالا دونك هنا غندير دو بوان فيغيل غنرجعو. دونك قلنا كاين لا ديسبونيبيليتي اون طون، واش عندك الوقت ولا لا. لي روسورس هومان مهم هاد القضية، البيرسونيل اللي عندك واش كومبيتون في ليكسبور ولا لا، راه كيدير الفرق هو اللي كيخليك تختار لو مود ديكسبورتاسيون اللي تقدر عليه.
لي ريسورس فينانسيير الفلوس هما كلشي. الا عندك الشكاره راه ماشي بحال الا ما عندك والو. الشركه تشوف بحال التعاونيات الصغار في المغرب والشركه الصغيره كيعانوا باش اكسبورتيو. لي زوبجيكتيف جلوبو سور لو مارشي، يعني هاد لو مارشي شنو هما لي زوبجيكتيف اللي بغينا نوصل لهم في هاد لو مارشي. اخر حاجه لا لي بوسيبيليتي ديفولوسيون، يعني هنا كيقصدوا به البوتونسييل ديال داك المارشي، واش فيه ما يدار من هنا 20 عام ولا لا. دابا غنشوفوا لو دوزيام كريتير ولا لو دوزيام فاكتور اللي كنتبازاو عليه باش نختاروا لا استراتيجي دو كوميرسياليزاسيون ديالنا. دونك وقت تشوفوا عفاكم بلا ما تخربقوا، وقت ما سمعتي في شي سؤال نهار الامتحان ولا هذا في الكورس سمعتي مود دو ديستريبيسيون استراتيجي دو ديستريبيسيون كنقصدوا بها هنا في شي حاجه. دونك كنقصدوا بها واش اكسبورتاسيون ديريكت انديريكت كونسيرتي ولا اكسبورتاسيون كونترولي اكسبورتاسيون كونسيرتي اكسبورتاسيون اش كتسمى الاخرى باغ سو تريتي. هادو هما لي تخوا استراتيجي دو كوميرسياليزاسيون اللي شفنا دابا، ولا لي تخوا مود دو ديستريبيسيون ولا لي تخوا مود دو كوميرسياليزاسيون. دونك راه كل واحد شنو كيسميهم. يعني الا لقيت نهار الامتحان مثلا عطاك شي تكست وفي الاخر السؤال قال لك ا بارتير دو تكست كيل لا استراتيجي دو كوميرسياليزاسيون ادوبتي بار لونتربريز بلا ما تخربق، راهم كيدوي لك راه هما هاد لي مود دو ديستريبيسيون اللي شفنا دابا. انت غتقرا الناس وتقول لها شنو كاين، واش خدامين كونترولي واش سو تريتي واش كونسيرتي. دابا غنشوفوا لي فاكتور لي او برودوي. فوالا لو نيفو تكنيك دو برودوي، يعني هي اللي قلت قبيله البرودوي ديالك واش معقد ولا برودوي بانال. دونك الا خدينا مثلا دابا برودوي بانال فهمتيني قرعه ديال الكوفيتور لي فروي زي ليغوم، خدينا لي شتي الاغلبيه ديال لي برودوي اليمونتير سو سون دي برودوي اللي هما بانال، يعني ما فيهمش ما معقدينش ما فيهمش واحد لا بارتي تكنيك اللي هي صعيبه بزاف. ماشي بحال مثلا شي واحد غيبيع غيبيع مثلا غيبيع غيبيع يون ماشين هادي. دونك لا تكنيسيتي دو برودوي بو امبوز اون امبلونطاسيون لوكال افان دو سامبليفيي لورغانيزاسيون دو سيرفيس ابري فونت. فوالا، يعني الا كنا كنبيعو فواحد لو برودوي تكنيك اللي معقد بحال مثلا يون ماشين، دونك غيشريها عندك الكليون، دونك اول حاجه غيقول لك خاصك تمونطيها ليا، وعاد سيرفيس ابري فونت ريباراسيون اونتروتيان، مره مره راه غتخسر غيعيط لك خاصك تلفي التكنيسيان في البلاصه. دونك هنايا في هاد لوكا امبلونطا اش كتسمى دي زانترميديير ما خدامينش، وانت الا خدمتي مع انترميديير خاصك تزيد واحد السيرفيس ابري فونت ديالك انت. دونك غالبا في هاد لوكا الشركات الكبار كيديروها، دونك كيديروا ليكسبورتاسيون كونترولي، دونك كيتيستيو المارشي في الاول 3 شهور عام كيبان لهم المارشي فيه ما يدار، دونك اوتوماتيكمون كي حيت علاش حيت ضروري خاص تكون حاضر في داك لو مارشي. يعني تبقى غير جالس في المغرب وتصيفط هاد لا ماشين مثلا ما خداماش ما غادير والو، خاصك ضروري يكون عندك سيرفيس ابري فونت في ديك الدوله، حيت البرودوي ديالك ما كيتكونسوماش خطره واحده صافي لا، دونك يكونوا فيه مشاكل دونك ماشين كطيحهم بان اكسترا. لو نيفو دو لا فالو راجوتي لو برودوي دونك سولوي سي ديتيرمينون غراند بارتي لي مارج انسي كو لا كاباسيتي فينانسيير كي بورون اتر ديجاجي دو لاكتيفيتي. دونك سيل سي سيرفيرون سوا افينونسي لا ستركتور كريي سوا ريمونيري لي بارتنير اي لي انترميديير اتيليزي اون فونكسيون دو سون امبورتونس. يعني هنا كيدوي على لو برودوي ديالك واش برودوي رخيص يعني برودوي بانال، ولا كيدوي على لو برودوي هذا البرودوي داك سي تان برودوي اوتغام، يعني راه فيه واحد لا مارج بينيفيسيير اللي هي طالعه بزاف. اوكي ثوازيام كريتير لي كونترينت اون ماتيير دو ستوكاج، مهمه هاد القضيه. Si le produit nécessite d'être stocké sur place en grande quantité, l'entreprise devra privilégier certains modes de pénétration à d'autres. Structure, filière commerciale, concessionnaire. يعني il est comme produit ديالنا مثلا بحال ليكزومبل عطيكم دابا حنا كنبيعوا شي حاجه ديال الفراش. C'est clair donc le produit ديالنا كيبغي واحد المساحه كبيره فين غيتستوكا. دونك اول حاجه هنايا خصنا نخدموا بحال لي زيكزومبل اللي عطاونا، خصنا ندير نحلوا تما السيكورسال ولا نحلو فيليال كوميرسيال ولا كونسيسيونير. يعني في هذا لو كان اجون كوميسيوني ولا ريبريزونطون سالاري ما خداماش لينا، حيت علاش حيت البرودوي ديالنا دونك كبير في الحجم ديالو دونك خاصو فين يتستوكا، يعني ضروري خصنا واحد اللوكال تما في داك لو مارشي اترونجر.
Première chose, je pense, c'est l'image du produit. Donc, une stratégie d'image forte, notamment associée au produit de marque, implique une maîtrise ou un contrôle étroit de la politique commerciale. Sélection des points de vente, politique de prix, politique de communication menée par le réseau de distribution. L'exportation via des partenaires ou des intermédiaires ne pourra s'envisager que si l'entreprise peut obtenir certaines garanties de leur part quant au respect d'obligations précises en matière commerciale. Par ailleurs, si le produit est relativement inconnu pour les consommateurs locaux, l'entreprise devrait plutôt le commercialiser via des intermédiaires locaux, par exemple des distributeurs, plutôt qu'en vente directe. Il y a une erreur. هذه اللي كنفكروا في ليماج دو برودوي ديالنا دونك الا كنا مثلا حنا هاد لو برودوي خدامين ان برودوي اوت كام خدامين على لا مارك دونك وخفنا لي ديستريبيتور ولا خفنا دوك لي انترميديير يتكرفصوا لينا على ليماج دو برودوي انا غنخدموا بلا كوميرسياليزاسيون ديريكت ولا كونترولي علاش باش حنا نميتريزيو شغلنا باش حنا نكونتروليو لي بوين دو فونت كما قالوا هنايا يعني ماشي نصيفطوا لهم برودوي اوت كام الانترميديا ونلقاو مثلا كيبيعوا في الزنقه دونك ما جاتش دونك حنا نتحكموا في لي بوين دو فونت نتحكموا في لا بوليتيك دو بري نتحكموا في لا بوليتيك دو كومونيكاسيون اتسيتيرا مي بارفوا كنبغي نتهلا في لو برودوي دونك عندي ان برودوي اوت كام ولكن الله غالب ما عنديش لي مويان سي كيستيون ديال لي مويان هنايا نقدر نخدم مع دي زانترميديا ولكن كنسيليكسيوني مزيان لي زانترميديا كنقلب على دي زانترميديا اللي غناخذ عندهم دي غارونتي كوم كوا غيحترموا الشروط ديالي انا وما غاديش يتكرفصوا لي على لا بوليتيك كوميرسيال ديال لو برودوي سي كلا دونك انا كنطرد البال يعني في ما عندكش لي مويا ماشي مشكل غتخدم مع لي زانترميديير ولكن غتقلب على شي انترميديير اللي معقول اللي ما غاديش يتكرفص لينا على ليماج دو لي برودوي تو سامبلومون فوالا دونك ايماج لا دونك لو ديرني كريتير سي سكون ابل دونك ليماج دو برودوي دونك شفتوا راه داكشي علاش البارح قلت لكم راه ما كايناش هذه احسن من هذه ولا راه على حساب بزاف ديال لي كريتير هما هادو دابا اللي كنشوفو على حساب لي فاكتور انترن ديال لونتربريز على حساب لي كاركتيرستيك دو برودوي وعلى حساب لي كاركتيرستيك دو مارشي هما باش غنساليو هاد لو شابيت دونك فاكتور لي او مارشي لو بوتونسييل دو مارشي يعني داك المارشي واش فيه ما يدار من هنا للقدام دونك ديما فاش كتسمع شي حاجه بوتونسييل كندوي على لو فيتور هاد القضية ديال البوتونسييل يلاه شرحتها غير قبيلة فاش قلت لكم هذا دونك إلا كان المارشي صغير ماشي هو إلا كان مارشي كبير نعطيكم إكزومبل دونك إلا كان مثلا واحد المارشي صغير مثلا حنا كان إكسبورتيو شي دولة صغيرة بحالاش مثلا كان إكسبورتيو مثلا الكويت ولا كان إكسبورتيو مثلا القبرص دونك دول اللي هما صغار بزاف دونك يقدر واخا أنا بغيت نعطي واحد ليماج دو برودوي لو برودوي ديالي اتسيتيرا ولكن كنقول سافو با لوكو كما كنقولوا ما تستاهلش دونك نمشي انا لواحد الجزيره ولا دوله صغيره ونحل فيليال ونكري الشركه تما ونصيفط الخدامه دونك مالني على هذه الحاله هذه دونك تصدع كامل وعلى ياش على واحد المارشي اللي فيه مثلا 500 الف شخص ولا فهمنا دونك ما ساميريت با دونك الوغ كو انا في هذه الدوله كلها يلا عندي مثلا 500 كليون ولا 1500 كليون دونك في هذه الوكاله كنخدم غير مع دي زانترميديير علاش حيت كنقول المارشي لو بوتونسييل دو مارشي دونك اي لي فابل يعني هذا المارشي فيه واحد البوتونسييل اللي ما ماشي شي حاجه باغ كونتر فاش كتكون مثلا دوله كبيره وفيها البوتونسييل كبير هنايا نقدر نبدا باغ دي زانترميديير في الاول حيت ما عنديش لي موان ليكسبيريونس ولكن راه ديما كنفكر كنتسنى غير تتاح ليا الفرصه باش ندوز ليكسبورتاسيون كونترول باش نقاد كلشي لراسي وندير تما دي فيليال باش نميتريزي لا بوليتيك كوميرسيال Donc, je suis d'abord le potentiel du marché, donc là, vous voyez qu'il y a la stratégie de commercialisation que tu vas adopter sur un tel marché. Voilà. Ah, les contraintes liées aux consommateurs locaux. Elle a les spécificités socioculturelles de chaque marché. Donc, quel est le nombre de consommateurs? Quelle est leur dispersion géographique? Quelles sont leurs habitudes d'achat? Il y a une question sur le comportement du consommateur. Normalement, c'est la colonne, mais on ne peut pas aller en étude de marché à l'international. Pourquoi, quand et comment achètent-elles? Quels sont leurs besoins et leurs exigences? Si les clients potentiels sont dispersés géographiquement,
Donc, dispersés géographiquement, c'est-à-dire qu'ils sont très éloignés les uns des autres, ont des profils différents, donc des grands clients, des petits clients, des profils différents. Donc, ils sont différents dans leur comportement d'achat et qu'ils achètent fréquemment, mais en petite quantité. La disponibilité du produit doit être très large, ce qui nécessite l'utilisation de grossistes et de détaillants sur le marché. Sinon, la vente directe pourrait s'envisager. Plus le marché est spécialisé et plus il est concentré géographiquement, plus le réseau doit être court. Donc, on est qu'un chauffeur à l'ESSEB. Les consommateurs, les NF, avec le marché. واش مجموعين في واحد البلاصه واش مشتتين دونك سيبوزون الا كانوا مثلا مجموعين مثلا حنا كنبيعوا في واحد المارشي ولي كليون ديالنا تقريبا مثلا كلهم كاينين غير في دبي الا خدينا مثلا اكزومبل ديال الامارات دونك كلشي يعني 99% ديال لي كليون ديالنا كلهم كاينين في مدينه واحده دونك كاينين في دبي دونك يقدر هنايا كنقول ما كاين علاش نمشي نحل دي فيليال ودي زاجونس وهذا وفي يقدر نخدم غير لافونت ديريكت حيت لي كليون ديالي مجموعين في واحد البلاصه سيرتو الا كانوا بحال بحال يعني عندهم لو ميم كومبورتمون داشا باغ كونتر الا كانوا مثلا هاد لي كليون مشتتين دونك كتلقى خمسه في هنا خمسه في مراكش 10 في اكادير 6 في كازا 20 في الرباط وهذا هنايا لا فونت ديريكت ما خداماش ليك حيت لي كليون ماشي بحال بحال ومشتتين دونك انا احسن حاجه هو خاصك تخدم مع كما قالوا هنا خاصك دير تخدم مع دي زانترميديير وتخدم مع دي غروسيست دي ديتايون يعني لو كليون ديالك في ما كان في ذاك المارشي في ما مشى يلقى لو برودوي ديالك L'accessibilité juridique ou légale, il y a la réglementation, le canon de la réglementation, il y a les contraintes juridiques et légales. Comme l'exemple, nous pouvons mettre le marché, fait le potentiel, on a des moyens, on a l'expérience internationale. Donc, il y a un directement, on a l'exportation directe, contrôlée. لكن علاش هذا نخدموا مع لي زانترميديير دونك حنا كنميتريزيو شغلنا وداك المارشي فيه ما يدار دونك غنمشيو نحلو ديريكتومون فيليال فين غنلقاو المشكل باش تحل فيليال القانون ديال ديك الدوله كيقول لك خاصك تحل شركه عندنا في هاد البلاد فهمنا غتقول لهم اسيدي ما كاين حتى مشكل غتبغي تشد الطياره غتمشي غتحل تما الشركه غتمشي عندك البيرو بحال الفيديوسير ديالنا حنا في المغرب ولا ليكسبير كونطاب تقول لي انا مغربي جاي هادي تاتا بغيت نحل الشركه غايقول لك يؤسفني ان اقول لك الاجانب ما عندهمش الحق يحلوا شركه دونك انا كيسد عليك دابا ولا كيقول لك باش تحل الشركه مثلا عندنا في هاد البلاد خاصك ولا بدا تدخل معاك واحد الشريك اللي هو غيكون من نفس الدوله يعني خاص تشوف شي واحد اماراتي كتثق فيه ودير معاه هاد البروجي دونك سوبوزون تاع عييتي ما تقلب ما لقيتيش زعما شي واحد دو كونفيونس واللي باغي يخدم معاك دونك هنايا واخا بغيتي دير ليكسبورتاسيون كونترول واخا بغيتي دير فيليال ولا سوكورسال ولكن القوانين ديال داك البلاد ما كيسمحوش ليك دونك في الاخر مثلا سوا غتخدم باغ انترميديير لانه مكره ما عندكش لو شوا ولا غدير مثلا فونت ديريكت فهمتوا ليكزامبل ميسيو وي في هذه الحاله يقدر زعما يكون مغربي ولكن عنده جنسيه اماراتيه هو دونك خاص تقلب على شي امار شي مغربي ساكن في الامارات شحال هذه وعنده جنسيه مثلا تخدم معاه انا كنعطيك ليكزومبل ديال انا دابا مغربي ولا انت مثلا بغيتي تبيعي في هذا المارشي وطلبوا لك هاد الشروط دونك انت راه كتشوفي المارشي فيه ما يدار ولكن كتقول الله غالب الناس سدوا علينا البيبان وراه ماشي غير الدول العربيه لكن بزاف ديال الدول في العالم دايرين هاد البوليتيك هادي يعني عندهم قوانين صعاب شويه يعني باش تمشي دير تما شركه ولا تحل فيليال ولا غير تكري ولا غير اكس هذا راه ما ساهلش دونك كنشوفوا حاجه اخرى لا كونكورونس كي دايره في داك المارشي دونك الا كان مثلا واحد المارشي اللي فيه لا كونكورونس بزاف غالبا كنبداو غير بار دي زانترميديير ما كنزعموش انفيستي ونمشيو نحلو دي زاجونس وهذا لانه نقدر نخسروا فلوس وما نتفروهاش مع لا كونكورونس دونك كنقولوا اجي هذا المارشي فيه لا كونكورونس بزاف اجي نبداو غير مع لي زانترميديير حتى نديرو بلاصتنا في السوق حتى نتعرفو حتى نديرو بلاصتنا عاد ديك الساعة نرجعو نديرو لا كوميرسياليزاسيون كونترولي ولا ديريكت دونك هنا سي با كيستيون دو موان كتشوف شنو اللي مسلكك في داك المارشي واخا يكون عندك لي موان ولكن الا شفتي راسك ما غاديش تفرها مع لي كونكيرون اللي ديجا كاينين في داك المارشي كتبدا بلا ديريكت عاد كترجع لديريكت لا ديستريبيسيون لي كونسوماتور
دونك شفت عليه بزاف ديال الحوايج، دونك انا راه عطيت هادشي كامل حطيته لكم هنا في لو ريزومي. الله يجعل شي بركه. دونك بوان فوالا، دونك ها هو لو ريزومي اللي عندكم هنايا. دونك تنقادو بيان سور ولا نشوفو عاوتاني شي متطوع ولا شي متطوعه كما درنا في لونفيرونمون انترناسيونال، يزوق لينا على لو دوكيمون باش يبقى لكم الريزومي. فوالا الدراري هادشي اللي كاين. دونك الصباح شفنا لي مود دو ديستريبيسيون انديريكت ولا كوميرسياليزاسيون اش كتسمى سو تريتي. دونك شفنا لي ديفيرونت فورم، شفنا لي سوسيتي دو كوميرس انترناسيونال، شفنا لي اس جي او، لي بيرو داشا، شفنا لامبورتاتور، كونسيسيونير. دونك جو بونس هما هادو قلتهم كاملين خمسة. شفنا لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديال كل واحد فيهم، وشفنا لي فاكتور qui détermine le choix de la stratégie de commercialisation. Donc, la machine qui te dit là, je vais tenir direct ou là, je vais tenir après notre main terme, que tu fais l'heure sable les critères, que tu fais l'heure sable les moyens de l'entreprise, que tu fais l'heure sable les caractéristiques du produit d'iel qui d'air ou que tu fais l'heure sable le marché fin ratbi qui d'air. Il y a ni le kawanin d'ielo, les consommateurs qui d'airin, ou je me stine, ou je me concentre rien, les habitudes de consommation d'ielo, etc. Voilà, donc là, de la partie Marie Chouchoua, animation du réseau de vente à l'étranger. D'abord, il y a une partie, il y a un chouchoua à la pause, on y a une autre, il y a de la prospection, باش كندير الشهر باش ان شاء الله هذا في لابوز الناس اللي بغاو يقراو لهذا نوريهم شنو غيقراو بالضبط. وي دونك غنرجعو لذاك الشابيتر اللي فيه الميكس هذا لو ماركتينغ ميكس على الانترناسيونال. عقلتو دونك شفنا لا بوليتيك دو برودوي، شفنا لا بوليتيك دو بري، شفنا لا بوليتيك دو كوميونيكاسيون. دونك والبارح واليوم راه شفنا لا بوليتيك دو ديستريبيسيون. مزيان. دونك هنايا في لو كور غنجيو غنديرو غنمشيو للشابيتر 5. ها هو دونك بروسبكسيون دي مارشي اترونجي كلار هو اللي غندويو عليه مورا لا بوز. دونك شنو غتقراو هنايا ومزيان نديرو حتى شويه ديال ريفيزيون ديال لونفيرونمون انترناسيونال. كاين شي حوايج هنا فوالا. دونك عقلتو فاش شفنا هنايا لو ميكس دو كوميونيكاسيون، فاش دوينا على لو كوميونيكاسيون دونك دوينا على استراتيجي دو ستاندارديزاسيون، استراتيجي دادابتاسيون، لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديال كل وحده، ودوينا على لي مود دو كوميونيكاسيون ولا لي سيبور دو كوميونيكاسيون. ها هو راه شفنا هاد الطابلو هذا، دوينا على لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديال كل حاجه. وقلت لكم واحد الحاجه مهمه، وشوفوا هاد الطابلو راه بالعين هي داروها كغا هنا، ركزوا عليها. في لا كوميونيكاسيون على انترناسيونال و حتى في لا بروسبكسيون راه غالية بزاف. دونك باش تمشي لواحد المعرض اللي عالمي معروف مثلا، راه تيرا غير باش تخلص دوك لي فري ودير ستون ديالك، راه باغفوا سي دي ميلي دورو. دونك غالبا الشركات الصغار ما كيقدروش عليهم. ولا مثلا تمشي دير لا بيبليسيتي مثلا في دي راديو فرونسي ولا في التلفزيون فرونسيز، راه غتهلك تو سامبلومون. دونك تو سامبلومون ما عندكش لي موان ديالها. دونك في لا بروسبكسيون دي مارشي اترونجي كنعتمدوا على واحد الحاجه مهمه معروفه، هما لي صالون اي لي فوار. جو بونس راكم عارفينهم، هما المعارض، هما دوك لي فوار فاش كيكون شي معرض ديال اللي كيهتم بلي برودوي ديالنا كنمشيو كنشاركوا فيه. دونك غنشوفوا غندويو على هاد لي صالون اي لي فوار مورا لا بوز، حيت هما سي لا تكنيك دو بروسبكسيون لا بليز يوتيليزي باغ لي زونتربريز ا لانترناسيونال. داكلاغ بيان سور كيستعملوا طرق اخرى، ولكن كما قلت لكم راه الطرق اخرى كيكونوا غاليين بزاف. باش دير مثلا الاشهار راه كيكون غالي، داك لا سورتو في الدول ديال الاوروب ولا في الخليج ولا في ليزيتاجوني، راه كتخلص بالدولار وبالاورو ديما فواديس. واصلا فلوس الاشهار راه غاليين حتى في المغرب، يعني حتى الا خدينا لا بوبليسيتي ميديا التلفزيون راديو هذا، راه شفتو الشركات الكبار هما اللي كيديروا الاشهار عندنا في المغرب في التلفزيون.
في الشركة الصغيرة ما يقدروش، ما عندهمش اللي بيجي دونك تخلص للثانية وهذا. دونك بور فار دونك فوالا بور ايكونوميزي بور اوبتيميزي دونك بور رياليزي هذا بور ايتر افيكاس دونك في لا بوليتيك ولا في لي اكسيون دو بروسبكسيون ديال لونتربريز على لترونجي كنستعملوا بزاف هاد لا تكنيك هاد لو مويان اللي هو لي سالون اي لي فوار وهما اللي غنشوفو هنايا. ها هي راه دايرينها هنايا في لا غومارك بور بلوس دو ديتاي. لا ماشي هادي، ها هي من هنايا لا بارتيسيپاسيون اي اون مانيفيستاسيون وهي ها هي تحطها بلوك. دونك نو زالون سو ليميتي ا ديفلوبي لو بوين رولاتيف ا لا بارتيسيپاسيون دي زونتربريز او سالون اي او فوار انترناسيونال. دونك هاد لي فوار اي لي سالون كنخدم بهم جوج حوايج، كنخدم بهم لا كومونيكاسيون دونك عاود ماشي نخسر فلوس وفي الاخر ما ناخذ والو. دونك كنمشي كنشارك في هاد المعارض باش مزيانين هاد المعارض كنتلقى تما مع دي بروسبي دو كاليتي، هادشي غندوي عليهم ورا لا كورس. وحاجه اخرى دونك كنخدم لا كومونيكاسيون وكنخدم بها حتى لا بروسبكسيون، هنا هنا فين كنتلقى مع لي بروسبي وهنا فين كنقنعهم دونك باش يشريو عندي. فوالا غتقراو هنا دونك لا باج 38 قراو هما لي زافونتاج ديال لا بارتيسيپاسيون في لي سالون، ها هما الانواع ديال لي سالون. قراو هادشي كاملو. شتي هنا راه تلقاو سمايكس وعقلتوا على سمايكس دونك راه ديجا قريناها في لونفيرونمون انترناسيونال. ها هي شنو كدير سمايكس دونك غادي بحال الشكل ديال لا ريفيزيون لو شوا ديال لا مانيفيستاسيون، يعني مثلا بغينا نختار واحد المعرض شنو واش هذا ولا هذا. البلانين دي فواياج هادشي كامل غنشوفوه مورا لا بوز. Élaboration du budget. On va faire des exercices sur les séances présentielles. L'animation du stand. Voilà. Donc, à travers la page 38 à la 41. Ça fait. À travers les trois pages. Yek. Oui, laissez-les tout le monde. Radio, vous avez le chat de la module. Radio, vous avez le chat de la module. Radio, vous avez le chat de la module. غنخدمو هنا كيلكوز اكزيرسيس. فوالا جو بونس هو هاد. غتجيو لاباج 77 غتلقاو هنا هاد ريزومي براتيك. نو زالون بروبوزي كيلكو كيستيون اكزيرسيس تي 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 دونك بحال تي دونك ترافاي افار وغتقراو عفاكم هاد لي كيستيون وتحاولو تجاوبو عليهم. صافي بحال دابا هذا جو بونس راه ما غاديش نخدمو لانه يلاه شفنا الكور. دونك بحال دابا انا كيعطيك دي فورم دو بريزونس وكيقول لك عطيني لا ديفينيسيون افونتاج اي انكونفينيون. هادشي راه ديجا يلاه شفناه في الكور غير البارح واليوم دونك هذا ما كاين. علاش هو غير دابا هنايا الاستاذ اللي صاوب الكور كيبغي يعطيكم زعما فكره على نهار الامتحان، يقدر يكونوا دي كيستيون تيوريك بحال هكا، اما يعطيكم الطابلو مع دي كيستيون ديريكت. كيقول لك مثلا سي كوا لا جوان فونتور ولا لا فيليال كومين كيل سون سي افونتاج ولا سي تي ان افونتاج اي ان انكونفينيون. دونك هاد لي طابلو هادو نقزوهم ما كاين علاش لانه يلاه شفنا لو كور. غتجيو لهنا يعرفوكم غتجيو هاد طرافاي غروند لا باج 78 صافي او غتحاولوا تخدموا هاد الطابلو هذا اي وشوفوا تاع لو طرافاي غروند 3 انا البيدجي هادشي كامل ان شاء الله غنخدموا. دونك اللي ما خدمناش زعما اللي ما ساليناش دابا اللي ما كملناش في ديسبونسيال راه غنخدموه في بريزونسيال. دونك من 78 حتى الاخر يعني كاين هنا واحد 3 ولا 4 اكزيرسيس راه كلهم غنخدموهم. صافي دونك راه غنعطيكم ساعه د المكانه. دونك دابا هادي غنعطيكم ساعه د المكانه. دونك دابا هادي راه 11 قلق سمعين فوالا. دونك غنديروا 12 بيل ان شاء الله. صافي دونك غنخدموا من 12 حتى لوحده. دونك غنديروا واحد ساعه ولا ساعه ونص. دونك غنشوفوا لو ديغني شابيتر اللي هو لا بروسبكسيون à l'international, rendu à les foires et les salons, je n'ai pas les avantages ou qui fait ce qu'on a fait. Ou fait ce qu'on a fait. Donc, on sait à l'heure, donc on a fait quelques exercices. Donc, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire. Donc, je vais vous dire que j'ai des séances présentielles. Voilà, est-ce que vous avez des remarques ou des questions concernant un chili gnat ce soir? وغنعاود نتيليشارجي لي ليست دو بريزونس لانه كاينين شي وحدين حتى هما يلاه دخلوا ماشي مشكل ما غاديش نضيعوهم. دونك غنرون بلاصيو هادي دونك ليست دو بريزونس تشوفوا الناس اللي كيحضروا والناس اللي ما متوقعينش. بيان سور ردوا البال راه الناس اللي كيحضروا معايا في لي لايف وعارف السميات ديالهم وكيطلعوا عندي في هاد لي ليست راه ماشي بحال
واش هي الاخر العامل لا علاش الاخر خدا 19 17 18 وانا لقيت 8 ولا 9 راك عارف هنا فين كتكون لا ديفيرونس كتكون لا ديفيرونس في الخدمه هو واحد كيفيق الصباح كيخدم كيشارك كيدخل معنا دي لايف وديما كتبان لي السميه ديالو هنايا في هاد لا ليست ولا هنايا في هاد الجناب راه ماشي بحال واحد عمرني شفتو هنايا في لا ليست ودابا راه خديتو لي كارت سيم ديال اورانج يعني ما تبقاش تقول لي ما عنديش باش نتكونيكتا بلاتي نشوف علاش علاش هاد لا ليست ما طلعتش بريزونس اوكي سي بون فوالا دونك نتلاقاو ان شاء الله مع 12 باش نديرو لا دوزيام سيونس وهذا كتبوا لي كيسيون ديالكم دونك قريتي شي حاجه ما فهمتيهاش دي رومارك سول دونك حنا هذا هو الاوبجيكتيف ديال لي سيونس دونك باش ما ننساش كيما العاده غندير اغيتي لانجستخومون باش يبقى لكم لا فيديو في الاخر